بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، صوتا تلو شوط وانطلاقات جميلة هنا في هذه الرياضة العربية الأصيلة، انطلاقات أصحاب سمو الشيوخ وأبناء القبائل في هذه الرحلة، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. لهذه الشعارات الجميلة والمميزة لهذه الأسامي المتابعة لهذا الانطلاق وشوطنا الرابع خصص للجعدان هجنات الأصايل، وأنا بنذهب مع المقدمة. ما شاء الله ما شاء الله، هي الناوي في المركز الأول مسيطرا ومحافظا على مقدمة الشوط لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه بقيادة أحد شبابنا أحمد بن عبد الله محمد بالهلي أبو محمد، حاضر مع انطلاقات المهجنات ومثير هناك من الجانب الثاني. شعار متعب، شعار توقيت الأفضل، 6 دقائق بنقول 12 ثانية ما شاء الله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وأبو هزاع أيضا حاضر، محمد بن همع بن عبيد الدبيلة الفلاسي، وفي المركز الثالث من الجانب الثاني مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن علي بن واس، ورابع المراكز عرب اسمه شيخ ماجد بن حمد بن راشد المكتوم، ما شاء الله ثاني بن عبيد بن خديدة، وخامس المراكز من ياتي اللي هو وافي اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان. هكذا كانت النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز الموجودة. النقلة على المركز السادس، المركز السادس ما شاء الله، سادس المراكز اللي في المركز السادس ايضا ياتي هنا في هذه اللحظات، بنقول هملول سمو الشيخ ماجد بن حمد بن راشد المكتوم، وثاني عبيد بن كديدة، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع مدلل سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومهير بن سيب بن نايع ابو نواس. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه حاضره، هكذا كان نداء مستمعينا الاعزاء، جمهورنا المميز للمراكز العشر ذعناها عليكم، وللمراكز الستة والسبع متواجدة في هذا الشوط ما شاء الله ذعناها عليكم بالهو التمام. وهناك مليح والناوي ووافي وايضا مثير رباعية ما شاء الله في منتصف هذا الانطلاق، حامل شعارات اصحاب سمو الشيوخ في هذا الانطلاق الجميل، وهذا الانطلاق المميز ما شاء الله في هذا اليوم. ونحن نتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين. مليح ما زال مسيطر على المركز الأول على الصدارة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ما شاء الله عبد الله بن علي بن واس بن سلطان حاضر مع هذا الانطلاق. النقلة على ثاني المراكز وافي، يلا يا وافي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان. الناوي ما شاء الله حاضرا مع ثالث المراكز، عينه على المقدمة يبغي يرد حقوقه المنهوبة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وأحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. يلا يا أبو محمد نقلتنا على مثير هناك ما شاء الله، بنذكر مع التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة، 5 مراكز. والمركز الخامس هنا مع اللي هو بنقول عرب سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وثاني بن عبيد بن كديدة. نكتفي بهذا القدر، ولكن الأمور 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 ما شاء الله هنا في خطر. بنقول 1200 وافي على المركز الأول، والناوي ناوي على المركز الأول، ومثير يعني يبغي يثير الشوط بطريقته الخاصة، ومليح أيضا متواجد مع شوط القمة. يا سلام، هالكيلو الأخير ونحن ننبه وننوه للمضمرين. يا سلام يا سلام يا وافي، يا سلام يا وافي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان، مثير من الجانب الثاني. قلت لكم الشوط يبغي يثير مثير لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يا سلام،
محمد بن يمعة بالدبيلة في التضمير، المركز الثاني الناوي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأحمد بن عبد الله بالهلي، وهنا اللي هم ليح رابعا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس. نكتفي ونذهب مع وافي ومثير. وافي ومثير يعني اثنين في موقع واحد لن يتفقن على رأي حتى هذه اللحظات الجميلة والمميزة. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. ولكن وافي يا سلام، وافي الأفعال يا وافي هنا على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط. ونقول هاني دائما موصولة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الداعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا سهيل بن مبارك بن مرخان على هذا الأداء الجميل اللي يقدمه وافي هنا على أرضية هذا الميدان. وسلام بنقول هناك زعبيل، سلام إلى أهالي زعبيل يا سلام. شكرا للمضمر وافي على هذا الأداء الجميل وعلى هذا العرض المميز. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. شكرا لسهيل بن مبارك بن مرخان المركز الثاني، لصاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث، لسيدي اسمه الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع، لسيدي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. توقيت الزمني 6 دقائق 20 ثانية. تهانينا والنوس.